فكرة المسرح بقى انك تقفي انتي فنانة دراما وسينما، يعني فيديو وسينما، لكن المسرح مش سهل، لا له لا 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 صعوبات. احكي لي عن الفرق وايه تجربة بقى اول يوم خشبة مسرح، جمهور على طول، ايه؟ بصي، انا معايا فطاحل مسرح كلهم. انتي مش فاهمة يعني انتي جوان، الوحيدة الاول واحدة، انا انتي انا ويمكن معرفش الوحيدة، معرفش مين ليلى عز تاني. العرب يمكن، لا، ليلى عملت تجارب مسرحية قبل بس انتي كده. بجد انتي اول، لا، يعني ليلى انتي عملت الوحيدة اللي اول مرة. اول مرة. فطبعا انا معايا على طول، ممكن فجأة يحصل افيه على الهوا، انا طبعا ببانك، لان انا من الناس اللي بتلتزم جدا بالنص، مملة يعني، غلسة. فانا لو ممكن، عارفه، اعمل كده. إيه طبعا اتعودت. يرقصوكي يعني على الهوا. لا، بس ما تقلقيش عليا. لا، ما انا بقول يا داليا. ما تقلقيش. لا، يعني مثلا انا اشتغلت في التلفزيون، عملت طبعا مع حبيبي الاستاذ سمير غانم الله يرحمه، يوميات زوجه مفروسه، عملنا 4 اجزاء، وكان معايا كل برضو اللي حواليا، يعني فطاح المسرح، سواء استاذ سمير الله يرحمه، استاذه رجاء الجداوي الله يرحمها حبيبتي، خالد سرحان، مروه عبد المنعم، يعني مهما قلت لك اسامي كلهم شويطه في المسرح. فطبعا انا في معتمده في النص كده، لقيهم يطلعوا حاجات تلقائيه، فابتديت اقول لهم لا بقى حاسبه. وانا كمان شمري بقى هشمر واشتغلي. بقى. فكنت ببانك شويه، بس قولي في الفيديو او في التلفزيون انت بيحصل ستوب وفي مونتاج وحاجات كده، انما في المسرح مفيش، ده ما انت على الهوا يا بنهزرش، انت ماما. على الهوا. فطبعا كنت مشدوده جدا، بس احساس ان انت بتاخدي الرياكشن بتاع الناس في ساعتها، ده احساس تاني خالص يعني. وكل يوم تيك، يعني انت في التلفزيون او في السينما تاخدي تيك، ممكن تقولي يا استاذ معلش طب ممكن نعيد دي، طب تظبطي، انما ده ما فيش، انت التيك اتاخد وزي ما خلاص. اتاخد. لا لا، دي كلمه وقعت منك، الناس ضحكت، الناس ما ضحكوش النهارده قوي، فكل حاجه بتبقى رد فعل في ساعتها.